تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. وعلى غير العاده شريف جمعه يتناول حبوب الشجاعه ويضرب تحت الحزام في لاعبي نادي الزمالك. يعني يبدو كده ان شريف جمعه حصلت عنده صحوه ضمير كانت غايبه في الفتره اللي فاتت، ما كانش بيتناول نادي الزمالك باي شيء ولا بينتقد اي شيء في نادي الزمالك مطلقا، كان توجهه فقط تجاه النادي الاهلي. وعلى الرغم ان قناه الحدث يملكها الاستاذ او الراجل يعني اللي كان عضو مجلس الشعب وزميل مرتضى منصور وهو زملكاوي قلبا وقالبا، وتوجه القناه معروف ضد النادي الاهلي، ولكن شريف جمعه ابتدى يعني يخرج عن سياق او عن عباءه هذه القناه اللي عندها توجه بشكل كامل ضد النادي الاهلي. امبارح شريف جمعه تحدث عن ما حدث من شيكابالا والتجاوزات اللي حصلت من شيكابالا ورفعه للحذاء او ان هو يشاور على الحذاء، وان هو ده على مدار 21 سنه بيعمله مع النادي الاهلي ومع جماهير النادي الاهلي. وتساءل اشمعنى انت وليه انت بالذات وليه انت كل مباراه تعمل كده، وبشره بالايقاف من 6 إلى 8 مباريات، وانا اشك في هذا الامر حتى لو تقرير الحكم ادان شيكابالا وقال ان شيكابالا عمل وعمل وعمل، لان احنا عندنا اتحاد كوسه مغيب ومسيس وموجه. مش هطول عليكم كتير، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف شريف جمعه قال ايه في هذا الصدد وفي هذا السياق الخاص ب شيكابالا واللي عمله والخناقه وجر الشكل معه معلول مره ومع حسين الشحات مره ومع جماهير النادي الاهلي مره. بس ما تنساش حبيبي واخويا الاهلاوي قبل ما تشوف الفيديو تدعمنا بلايك وشير، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف شريف جمعه وهو بيبشر شيكابالا بالايقاف ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. شيكابالا مهدد بالإيقاف، لعنة جماهير الأهلي تطارد اللاعب. كابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا. لا اهدالي بالصور شوية، اهدالي بالصور يا اسلام شوية. شيكابالا نضج نضج، لاعب كبير كبير، مؤثر مؤثر، واحد من أهم أو أمهر اللعيبة اللي جت في تاريخ الزمالك لا خلاف. ولكن السؤال، ماذا يحدث لشيكابالا عند مواجهة الأهلي وعند مواجهة جماهير النادي الأهلي؟ ما تفهمش يعني غريبة. مش ما بيبقاش شيكابالا في الدوري كله يلعلع، ينزل يسجل ينقذ الزمالك يجيب له هدف، يجي عند مباريات الأهلي وبيتحول ما بيبقاش شيكابالا. بالامس الماتش والدنيا جميله وهاديه وحلوه، خناقه الحق خناقه الحق ازمه الحق، الحكم بيجري الدنيا بتجري، قفشه بيحوش وعمال يقول له علشان خلاص وبيرجعه. الصوره اللي كانت معروضه هعرضها لكم تاني، قفشه عمال يحوش فيه وهو لا سيبوني، انا مش عارف هتعمل ايه، انا مش عارف هتعمل ايه. وشويه دخل السوليه يحوش، هو في ايه؟ يعني هو في ايه؟ اكتشفت بدأنا نسأل. وهقول لكم الحقيقه، ورزقي على الله. شيكابالا قيل له اتقال له من احد افراد او احد لاعبي الزمالك البدلاء، حسين الشحات قاعد في المدرج وعمال يحفل علينا بكلام. شيكابالا سخن، بص راح للشحات قاعد في ظهره جماهير الاهلي وقال له وقام شتم سب حسين الشحات. فالشحات قال له انا، عمال يبص سلام قول من رب الرحيم، انا؟ قال له ايوه انت يا كذا، انا بحكي لك الكلام من بق حسين الشحات. شيكابالا سخنان بقى، ما هو يلحق وبيحفل وانا الكابتن والله لو اوريك. جماهير الاهلي ورا حسين الشحات، جماهير الاهلي ورا حسين الشحات، شافوا شيكابالا الدنيا بتزيد يا ابني يا ابني. بدا جماهير الاهلي في الرد على شيكابالا، اهو
ايه الكذا اهو، ايه الكذا اهو، سخن شيكابالا، تدخل الجماهير الاهلي، جه الحكم الرابع، جه المساعد، جه حكم اللقاء وشيكابالا. انا هو انا صراحه عايز اسال سؤال يعني برضو مش فاهم، هي لو لعيبه الاهلي ما حشتوش هيروح يعمل ايه؟ يعني معلش اللي انا شايفه ده كأن خناقه في الشارع عندنا، خناقه والناس بتحوش. فانت لو سبت شيكابالا معلش جريت يا شيكابالا ولقيت جماهير الاهلي هتعمل هتنق، ما انا مش فاهم برضه هندخل في كارثه. وحاجه غريبه بقى بيعملها شيكابالا، انا عايز اتساءل يعني لو في حد، انا قلت الاسلام حاسوب بلاش، ما هو مش هيعمل مداخلات، اتواصل انت معاه، اتصل بيه مره واتنين وتلاته عشان يساله ايه الفكره ان انت في كل ماتش تقلع لي الجزمه وتعملها لي كده للجماهير، تشاور لي على ايه يعني انت كده، دي بطوله اتحسبت لك؟ ما حد برضه يقول لي اهو ده ماتش قديم يعني. بص هي لا انا اسف، ده الظاهر موضوع الجزمه ده اسلام بيقول لي ايه دلوقتي، بيقول لي يا استاذ شريف لا ده ارجع لي، ارجع لي الصوره اللي قبلها، ارجع بيقول لي يا استاذ شريف ده الظاهر ان دي حاجه نفسيه بتحصل لشيكابالا لما بينفعل، بدليل انه لما احتك بجماهير الزمالك رفع الجزمه برضه للي على فكره شيكابالا من غير جماهير الزمالك كان بطل من 15 سنه، اقسم بربي كان بطل من 15 سنه، دي صوره لجماهير الزمالك. انا مش فاهم ايه الحكايه، في صوره تانيه انا ما يعني ما جبناهاش، هو بيشاور للاستاذ مرتضى منصور على رقبته، وكان معانا الحوار الاستاذ مرتضى منصور بيقول انا هتوجه للنائب العام لتقديم شكوى ضد شيكابالا علشان هددني بالقتل، هو لما بينفعل اعرضوني كده برضو كام صوره، صوره بعد ما تفهمش يجي ينفعل يقوم موطي على الجزمه ومشى اهو، بص هنا على الجزمه، ما انا مش فاهم يعني، انا برضو مش فاهم كابتن ايه ولاعيب ايه و36 سنه ايه اللي بقى، هو مين ما اتشتمش؟ ما لو عندك صور تانيه اعرضها، ما عندكش خلاص، لو عندك صور تانيه اعتقد دي بتتكرر كتير. فانا مستغرب، ده انت كابتن الزمالك، الزملكاويه حطوك في مكانه الاسطوره بتاعتهم 36 سنه، يعني ايه كل ما هتنفعل اشاور على الجزمه واقلع الجزمه واقول للجماهير على الجزمه واجري اتخانق واجري، انا برضه انا مش فاهم، هو مين ما اتشتمش؟ حسن شحاته اتشتم، فاروق جعفر اتشتم، الخواجه اتشتم، كابتن ابو رجيله اتشتم، جمال عبد الحميد اتشتم، وكلهم نجوم وختم ولعبوا في نادي الزمالك، لا شفنا حد بيجري ولا بيشاور ولا على الجزمه ولا بيقلع الجزمه. فانت قربت غالبا، ده ربما يكون الموسم الاخير لشيكابالا على الاعتزال، هتتقل امتى؟ ده انا يا راجل ما لحقتش، ده انا شفت صوره شيكابالا مع مؤمن زكريا بعد الماتش بقى عندي اضطراب في الافكار، اسقف له على الحركه يعني على علاقته بمؤمن، هعرض لكم الصوره هنحاول نجيبها لها شيكابالا ومؤمن، لسه هسقف الاقي بيجري الجزمه الخناق، فاديني يعني اديني ثبات انفعالي ليك، اديني قول لي انت مين، انت مين اللي مع مؤمن زكريا وجايبه ومسنده وداخل بيه الملعب، واللي بيحضن سيد عبد الحفيظ واللي بيحضن سامي قمصان، ولا اللي مع كل كلمه اهي الصوره اهي جابه قعد دردش معاه باسه سنده وفضل معاه، حتى لما ناس قالوا لي لا يا حبيبي اوعى تفتكرها دي لقطه انسانيه، ده قاعد معاه علشان يتهرب من الممر الشرفي، لا انا ما بصدقش الكلام ده، انا سيبني اخد الحاجه المضيئه، انا شايفه مع مؤمن زكريا الصوره اللي جنبي دي صوره جميله، ولكن مش قادر اقول لك برهن علشان خناقتك. وعشان واحد هيقول لي دلوقتي من اصدقاء الزملكاويه، هتلاقي دلوقتي استاذ سيد واستاذ حسن واستاذ طلعت حبايبي الزملكاويه وخالد بيقولوا لي لا يا حبيبي، هو على اساس ان جماهير الاهلي بتبيع سبح، على اساس ان جماهير الاهلي قاعده من شق، ما انا قلتها لك يا استاذ سيد، ده انت راجل كبير مشجعي الزمالك، واستاذ حسن علم الدين ده راجل
من رموز السوشيال ميديا بتاعت الزمالك. هات لي نجم في الاهلي والزمالك ما تشتمش، الخطيب ما تشتمش، بيبو البيبو ما تشتمش، نجوم الاهلي كان الحضري وائل جمعه وشادي محمد واحمد السيد وجلبرتو وسيد معوض واسلام الشاطر واحمد فتحي وفي خط الوسط حسام غالي وشوقي، انا بكلمك في منتخبات، حسن مصطفى، حسام عاشور، عماد متعب، بركات، ابو تريكه، دول ما تشتموش؟ حسام حسن في الزمالك ومع الاهلي ما تشتمش هنا وما تشتمش هنا؟ فواحد يقول لي لا، اصل ليه طبيعه خاصه انه لما شتم وهو راح شتم حسين الشحات ليه؟ بلاش نبرر الخطا. شيكابالا وصل لمرحله كل ما ياخد نقطه مضيئه يقوم هو بايده حاطط عليها اكس، وانا لما ابقى كابتن وواثق كده من نفسي وانزل بدل ما اكسب فرقتي واجيب هدف التعادل اروح اتخانق؟ ما انا خلاص زمايلي الدنيا فكت، الدنيا فكت منهم، محدش دماغه، كل دماغه في الخناقه واللي شتم والجماهير. ده شفت منظر جماهير الزمالك الجميل، شفت منظر جماهير الاهلي الجميل، حاجه مشرفه لمصر. اجر انا الملعب لحته الخناقه، شيكابالا مهدد بالايقاف اللي هو ايه؟ استفزاز الجماهير واثاره الجماهير وتبادل الشتائم او التجاوز مع الجمهور المنافس. الايقاف من 6 لـ 8 ماتشات، وكان بقت لعن الجماهير الاهلي بطارد شيكابالا، كل ماتش اهلي وزمالك 8 ماتشات، 8 شهور، 6 شهور، ايقاف، لا هنرفع قضيه قدام مركز التسويه والتحكيم، لا هنطالب بتخفيض العقوبه. كل مباريات الاهلي يفقد شيكابالا تركيزه تتحول لخناقه. واحد هيقول لي طب انت مش يعني جاي شويه او متحامل شويه على شيكابالا؟ هسالك سؤال، هو شيكابالا ما عملش والزمالك كسبان الكاس؟ الله، ما هو برضه الجماهير كانت بتستفزه في المدرجات، بس كان شيكابالا انا اكسب، تلاقوني الكابتن الهادي الجميل الوديع اللي بيلم، اللي بحضن قفشه وبحضن محمد شريف وبحضن علي معلول، يا اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكم في حضاني. الحب شيكابالا ينزل شيكابالا والاهلي متقدم، الاهلي كسبان، تتفاجئ ان شيكابالا يتحول لواحد تاني غير الكابتن الهادي الحمل الوديع، باشارات، مره اشاره خارجه، مره اشاره بالجزمه، مره قلعنا الجزمه، مره ضرب سيد معوض، مره مش عارف ضرب مين تاني، اتخانق مع مين من الاهلي. هقول لك حاجه صدق او لا تصدق، حجم خبرات شيكابالا، هل تعلم ان الموسم ده شيكابالا يبقى بقاله 21 سنه بيلعب كره بعد الموسم ده؟ شيكابالا اللي بدا مسيرته مع الزمالك في 2002، احنا في موسم 2022 2023، 21 سنه كره يا شيكابالا، وما اتعلمتش وما هديتش وما بقاش عندك ثبات. 21 سنه كره، امال بعد ما تبطل هنلاقي بقى زي اللعيبه اللي تفضل جوه الملعب تضيع عمرها وموهبتها في عقليتها، وبعد ما يبطل يقول لك لو رجع بيا الزمن، لو رجع بيا الزمن، لو رجع بيا الزمن، وتتفاجئ طب ما انت لسه في الملعب. الامور دي صراحه انا مش هبقى زعلان لو شيكابالا توقف، والله ما هبقى زعلان. والموسم ده، الموسم ده شيكابالا لو ما اتعملش وقفه معاه، انا كان نفسي العقوبه تطلع من نادي الزمالك الاول. هو المستشار مرتضى قال لك ايه؟ كلمت اللعيبه، هنحترم الاهلي وجماهيره، مش عايز اي مشاحنات، احنا بنمثل مصر. طب التجاوز ده يا سياده المستشار، على فكره النهارده المستشار مرتضى توجه بالتهنئه للنادي الاهلي ومجلس ادارته على الفوز بالسوبر، ودي حاجه كويسه، ولكن ايقاف شيكابالا يعني انا اعتقد ان التقرير المراقب او الحكم الرابع هيبقى هيدينه، الكاميرا هتدينه، فايه العقوبات في الانتظار. في البداية أنا بقول لشريف جمعة عودا حميدا للمهنية يا أستاذ شريف، محدش
يعني هيزكي عليك، او هيقول ان انت مثلا مش اهلاوي، او حد هي يعني بيقولوا ايه، بيقولوها ايه يعني، مش لاقي مصطلح كده يعني، محدش هيقول او هيشكك فيك، بلاش اقول اي مصطلح اخر ممكن يبقى فيه نوع من انواع الاساءة، محدش هيشكك فيك ان انت مش اهلاوي، انت اهلاوي، ولكن المهنية ساعات بتهرب منك، ان انت الهجوم كان في اتجاه واحد ضد الكابتن خطيب، وتفضل تسخر من الكابتن خطيب وتقول بيبو 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 الله يا خطيب، وتتريق على جماهير النادي الاهلي، وتقول علي علوكة وحسن كوخة ومش عارف مين، وتسخر من جماهير النادي الاهلي وتقول ده بيقبض وده، يعني على الرغم ان الكلام ده كله في الجانب الاخر، ولكن احنا هنترك هذا الامر وهنشيد بكلامك اللي انت قلته ضد المدعو شيكابالا اللي عايز يفرد جناحاته ويروح يتخانق مع جماهير. طب هتخانق مع مين؟ ده دول يعني 10,000 واحد في الملعب ولا 15,000، هتروح تتخانق معاهم؟ هتخانق مع 15,000؟ ده انت تتفرج، ده انت هيعملوا لك كده زي شويه الملح اللي بيطحنوا كده وبيدوبوا يا شيكابالا، او اي حد ممكن يقف يعني قدام اي جمهور سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك، والراجل قال لك مين؟ ما كلنا كله بيتشتم، كل يعني العتاوله والفطاحله بتوع النادي الاهلي اتشتم، بتوع نادي الزمالك اتشتم، قال لك كابتن خطيب اتشتم، حتى عماد متعب. فاكرين يا جماعه لما كانت جماهير نادي الزمالك بتعمل يافطه كبيره مثلث مش عارف ايه متعب والاهلي ويارا، فاكرين لما كان متعب بيتشتم بمراته وبشرفه وبعرضه وبيتقلل منه، وعمره ما اتكلم ولا رد على جمهور نادي الزمالك ولا تطور عليه. ف شيكابالا لابد من ايقاف، لما بس اذا كان عمل الحركه الغير اخلاقيه دي، ومحد طلع فرح علي دافع عنه، وطلع احمد جمالاتي دافع عنه، وطلع خالد فطوطه دافع عنه، وطلع مرتضى دافع عنه، كل الناس دافعت عنه، تخيلوا لو تم ايقافه مش هتهيج الجماهير الزملكاويه ازاي؟ وازاي هو ممكن ياخد غرامه، ممكن ياخد له ماتش ولا ماتشين، والنادي الاهلي ياخد له غرامه 10,000 جنيه ولا 15,000 جنيه ولا 50,000 جنيه عشان الجماهير بتاعته شتمت شيكابالا، ده اللي انا اتوقعه. بس يتوقف 8 ماتشات او 6 ماتشات، يا ريت يا ريت، علشان بس هو عبره ايه؟ ما هو لسه اتوقف قبل كده ورجع تاني، اتوقف قبل كده ورجع. مشكله الاعلام الزملكاوي ان هم صنعوا من شيكابالا بالونه كبيره، بالونه كبيره، خلاص يبدي كل عمر وله يعني متطلباته سواء في الملعب او اخلاقيا، خلاص احنا مش هنكلمك في الاخلاق، خلاص انتهى الامر بالنسبه لك، ولكن انت عمرك في الملعب خلاص انتهى من بدري، رفعت الحذاء لجماهيرك واشرت باشارات خدشه لرئيس ناديك، وبتتطاول على النادي الاهلي، عمر ده ما يبقى يعمل بونط عند لدى الجماهير، اديك بتتشتم، ما تخليك مهذب مع جماهير الاخرين، خلي الناس تحترمك يا سيدي، ليه المبادرات ما تبقاش باحترام وبأدب؟ أنا عايز بس أسأل سؤال، هو شيكابالا ده ما بيتعلمش من الدروس اللي فاتت كلها؟ ما الراجل قال لك أنت ما بتتعلمش، يعني اللي ماسكينه بيعملوا له كده سيبوه، هيروح يتخانق مع الجماهير، هيقدر على جماهير، هيقدر على 10,000 واحد، ما بالعقل كده والمنطق، لو راح واتخانق مع واحد ولا مد إيده على واحد، مش ممكن واحد من الجمهور يمسكه وينزل فيه دب هو والجماهير اللي حواليه؟ يعني لازم الإنسان يبقى عاقل، ما اجيش انا قدام القطر واقول افرمني قطرا اقوى منك، ما تحصلش. فاحنا بنشكر شريف جمعه ان هو اخص بالذكر شيكابالا، وكان عنده نوع من انواع الجراه، وطبعا تحدث على فيريرا والهبل اللي بيقوله والتخريف اللي بيقوله، بس احنا لينا فيديو اخر على فيريرا هنتكلم فيه بعد الفيديو ده. انتهى اخويا وحبيبي الاهلاوي الفيديو، ما تنساش عزيزي واخويا الاهلاوي ان انت دعمك مهم جدا جدا، اللايك بتاعك ده مهم، لو انت اتفرجت عليا وما اديتنيش لايك اليوتيوب بيعتبر ان المحتوى ده مش حلو، فما بيرشحوش ليك المره الجايه ولا بيرشحه الاهلاويه تانيين. فانت لو هتخدم اخوك هاني الاهلاوي تدوس لايك، تدوس شير، تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه، ولو انت مشترك في القناه اتاكد بس ان انت مفعل زر الجرس ومختار كل الاشعارات، عشان في اشعارات ما بتوصلش للناس كتير. ومن حين لاخر كده ابقى ادخل القناه، ادخل المنتدى، انا عندي المنتدى بتاع القناه بتاعتي اكنه صفحه على الفيسبوك، فيها اخبار، فيها تحفيز، فيها كومنت، في كل حاجه انت عايز تشوفها هتلاقيها في المنتدى بتاعنا. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.